فيما يتعلق باليمن، اليمن بعد يومين من تغريدات المسؤولين الإماراتيين حول اليمن، خرج وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ليحسم الجدل الذي ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي. موقف الإمارات واضح جدا بالنسبة لنا، الإمارات دولة من أساسية فيما يتعلق بهذا التحالف، الإمارات شاركت وبقوة في هذا التحالف سواء كان لدعم الشرعية أو لمواجهة الإرهاب، وأعتقد أن موقف ما لاحظ أي تغير في موقف الإمارات. أعتقد أنه فيه بعض التقارير التي نشرت في الصحافة قد لا تكون دقيقة جدا. الإمارات ملتزمة بهذا التحالف ونحن لا يوجد لدينا أدنى شك في التزام الإمارات وحرص الإمارات في دعم هذا التحالف لحين وصول اليمن إلى بحر الأمان. كلام الوزير السعودي جاء بعد تصريحات متتالية لوزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية أنور قرقاش، قال فيها إن الحرب في اليمن بالنسبة لبلاده قد انتهت. أعقبها بتغريدة مناقضة مفادها أن الدور القتالي لبلاده في اليمن سيستمر وأن توقفه مرهون بإعلان التحالف انتهاء عملياته. مراقبون اعتبروا هذه التصريحات غير منسقة وترتب عليها الكثير من الجدل والضغوط داخل البيت الخليجي نفسه، إذ ليس منطقيا أن تجنح الإمارات عن دورها الرئيسي إلى جانب شقيقتها الكبرى وتذهب للاستراحة أو الاكتفاء بما قدمته حتى اليوم، فيما لا تزال خاصرة السعودية والبيت الخليجي عامة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة. المتابع للتدخل العربي في اليمن يدرك جيدا عواقب التوقف منتصف الطريق، فقد كان واضحا تدخل الإمارات عسكريا ضمن عمليات التحالف بقيادة السعودية بحجة إعادة الحكومة الشرعية لليمن، فكلفها ذلك العشرات من جنودها في عمليات نوعية بالصواريخ ضربت معسكراتهم شمال البلاد، لكنها انسحبت مؤخرا من محافظة مأرب واكتفت بتواجدها في الجنوب. وهنا في الجنوب حضرت الإمارات بخفة وحماس شديدين تليق بمن لا يمتلك خبرة سياسية أو تصورات باحتمالية تكرار تجربة دبي في عدن. استمالت الكثير من الفصائل في الجنوب وقدمت نفسها على أنها المسؤول الأول عن الأمن، وخاضت معركة محاربة الإرهاب في حضرموت كجزء من الاستراتيجية الدولية في اليمن. تدرك الإمارات جيدا عواقب التخلي عن الأهداف التي رسمها التحالف العربي في اليمن، ففي ذلك تخل واضح عن سد واحدة من أكثر الثغرات التي اخترقت جدار الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي.